الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهندسين والمهتمين بشؤون البيوت المحمية. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى عايز أتكلم عن موضوع مهم جدا جدا جدا. الموضوع ده هو الري أو الإريجيشن في البيوت المحمية. في الحقيقة من أهم الموضوعات المتعلقة بإدارة البيوت المحمية هي الووتر مانجمنت أو إدارة المية، تمام؟ لأن المية باختصار يا جماعة عنصر مهم جدا 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 للنبات، سواء بزيادة المية أو بقلة المية للنبات. يعني الإسراف في المية هيؤدي للمشاكل، والتقليل في كميات المية المضافة للنبات هيعمل لي مشاكل. عشان كده لازم يكون إضافة المية بالمقننات المطلوبة والاحتياجات المطلوبة، لا فيها إسراف ولا فيها ضيق على النبات أو قلتها على النبات. اللي بيحكم قصة المية، أولا وظيفة المية للنبات يا جماعة إن هي يعني تقريبا معظم النباتات وخصوصا نباتات الخضر من 85 ل 95% من مكونات النبات عبارة عن مية، وخصوصا الخضر الورقية، تمام؟ المية طبعا هي اللي بتنقل لي المغذيات المضافة للنبات عن طريق السمادة، بتنقلها لي عن طريق تيار المية اللي هو بيمر من التربة إلى الجذور ثم إلى بقية أعضاء النبات عن طريق الأوعية الناقلة في النبات، بتدخل لي في الكثير من المركبات العضوية داخل النبات، وهي اللي المية بتعمل على غلق وفتح الصغور. وأهم شيء للمية هي القيام بالمشاركة مع الضوء في عملية البناء الضوئي، تمام؟ فالماء شيء مهم جدا 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 للنبات، علشان كده لازم يكون في كنترول كويس جدا على موضوع الري، تمام يا جماعة؟ فإضافة الماء للنبات هيعتمد على عدة عوامل، سواء بأن أنا أزودها أو أن أنا أنقصها، لابد المزارع أو المهندس أو المختص بشؤون إدارة المزارع دي يكون حاطط في دماغه عدة أشياء عن الري. أولا اللي بتحكم في كميات المية المضافة إيه؟ في عوامل مناخية عندي زي درجة الحرارة، كلما زادت درجة الحرارة كلما زاد احتياج النبات للماء، كل مع شدة الإضاءة أو معدل سطوع الشمس لو زاد، معنى كده إن فيه النهار طويل، معنى كده البخر الناتج هيكون عالي، وبالتالي هنزود كميات المية بخلاف درجات الحرارة لما بتكون منخفضة، احتياجات الماء للنبات بتكون في أضيق الحدود، ولو معدل سطوع الشمس برضه قليل والإضاءة بتكون قليلة بيكون في أضعف الحدود. في عندي برضو حاجة يا جماعة تانية اللي هي قصة سرعة الرياح. لو انت زرع في الاوبن فيلد مثلا والرياح كانت سريعة او زادت سرعة الرياح او حصل هبوب للرياح، بالتالي دي بتزود من معدل النتح للنبات، وبالتالي بتعمل لي ذبول مؤقت في الفترة دهيت، فلا بد ان انا اعوض وازود الري، وخصوصا في مصر الرياح الخمسين اللي هي بتكون الهبوب بتاعها من ناحية الجنوب، فبتكون سخنة وبالتالي بتزود لي البخر الناتح من النبات ومن التربة، وبالتالي بتستدعي معها إضافة كميات أكتر من المية، تمام؟ في العوامل الأرضية زي المسام بتاع نوعية الأرض نفسها، إذا كانت أرض رملية فدي بتعتبر أرض مفككة القوام، إذا فبتحتاج لكميات مية كتيرة، تمام؟
أما لو كانت أرض طينية فمعروف عنها إن القوام بتاعها المسامد التربة ضيقة والنشاط الكيميائي بتاعها عالي، وبالتالي بتحتفظ بالمية فبتكون احتياجاتها للمية بنسب قليلة. تمام؟ في عوامل خاصة بالنبات نفسه، نوعية النبات، يعني في نباتات بتحتاج مية بكميات كبيرة، في نباتات بتحتاج مية بكميات صغيرة. المحاصيل الورقية دايما بتحتاج مية بكميات كبيرة، محصول زي الطماطم بيحتاج مية إلى حد ما، لا هي كبيرة ولا هي صغيرة. تمام؟ حاجة مثلا لو أنت زارع مثلا حاجة زي الفاصوليا مثلا، بتكون احتياجاتها للمية حساسة لزيادة المية، لأن أي زيادة للمية هتدخل لي في قصة عفن في الجذور وهتعمل لي ذبول ومشاكلها كتير. تمام؟ فبنكون حذرين في الإضافات بتاعة المية للمحصول زي كده. برضو يا جماعة اللي بيحدد لي كميات المية المضافة بيبقى المرحلة من نمو النبات نفسه، يعني بمعنى ان انا لو مثلا عندي نبات في مرحلة البذور، تمام، فالمية بتاعتي بتكون يعني في اضيق الحدود تكاد تكون 5 دقائق اقصاها، يعني على النقاط اللي هو بيبقى 4 لتر دهون، علشان كتر المية هتعمل لي عفن للبذور دهيا، وخصوصا لو كانت بذور حساسة زي بذور القرعيات مثلا او بذور الفاصوليا. الفاصوليا يعني ممكن من غير ري بتطلع، يعني مجرد انا بس بخمر الارض وبحط البذرة بس على الارض، بتكون في تربة في رطوبة الاستحراث، على ثالث يوم او رابع يوم بلاقيها كلها طالعة. كذلك برضو حاجة زي بذور الخيار بتكون برضو طالعة، بس اهم شيء بحط في ذهني العمق المناسب لوضع البذور في التربة، يعني ما احطش مثلا بذر على خمسة، هو زي ما وريتك قبل كده هي عقلة الصباع الأولى دهيت، وبردم بمسها مسة بسيطة بتلاقي الدنيا إن شاء الله بإذن الله تعالى تكون كويسة جدا. تمام؟ في مرحلة اللي بعد البذور مثلا، نبات طلع لي صغير مثلا، مرحلة البادرات، تمام، دي برضو بيكون الري فيها في أضيق الحدود وبنزودش عشان ما يحصليش ذبول بادرات أو يحصل لي عفن في الأوراق الفلقية أو في الجذور الفلقية لسه، في الجذور لسه طالعة جديدة يعني. تمام؟ بعد كده في مرحلة نمو خضري، النبات بيعمل كفرنج كويس أو تغطية كويسة، ببدأ أزود عملية الري بتاعتي أكتر، بما برضو يتطلب إن أنا ما يكونش عندي إسراف فيها، وإن أنا أوصل بقدر الإمكان إلى السعة الحقلية اللي هي قلت قبل كده ان بيكون النص مسام التربه مليان ميه والنص مليان هواء، فالميزان المائي الهوائي للتربه بيكون كويس، اذا في الابتيك او الامتصاص بتاع الجذور بيبقى في اعظم الحالات بتاعته. تمام؟ لما في مرحله التزهير بالامور بتكون حساسه لاضافه الميه، بحيث ان انا ما اعطش او بقلل ميه، لان هي بتحتاج ميه كويسه، ولكن الميه بتكون في الاعتدال، بحيث ان المرحله دي بتكون حساسه. زياده الميه في مرحله التزهير لاي نبات ممكن تؤدي لي الى تساقط الازهار نتيجه الرطوبه الارضيه العاليه، وقله الميه برضو هتقلل لي من الازهار، وممكن تعمل لي تنفيل ازهار كتير نتيجه برضو ان التغذيه مش متوزعه كويس، او الجذر مش مأدي دوره كويس، فبيحصل تذبذب، شويه ميه كتير شويه ميه قليله، فبيحصل خلل في النبات نفسه، وبالتالي عمليه العقد عندي ما بتكونش كويسه، فاضافات الميه في المرحله ده هي بيكون بحساسيه جدا. بعد كده يا جماعه ابتدى النبات عندي يحمل، او يبقى عليه بقى، ابتدى يبقى فيه ثمار، فالثمار دهيت بتتطلب للبناء بتاعها ميه اكتر، فبنزود كميه الميه في الفتره بتاعت الثمار دهيا والامتلاء الخلايا وكبر او كبر الحجم بتاع الثمار بتاعتي، سواء كان طماطم او خيار او بطيخ او كنتالوب او اي شيء يعني. في المرحلة دهية بنزود المية بتاعتنا شوية، بحيث ان انا النبات عندي اصلا عمل تغطية كفرنج كويس وفي اثمار عليه في حمل،
فبالتالي التغذية بتكون كويسة والمية برضو بتكون كويسة في الوقت ده. هو بعد كده بننزل بالكيرف زي ما حضراتكم هتشوفوا في الصورة دي، تمام؟ عايز انبه بس يا جماعة على حاجة في حتة الري. لما بنكون في نص الموسم مثلا وجات لي مثلا موجة حارة او موجة باردة، تمام؟ يعني ممكن متطلب مثلا في شهر 9 او شهر 10 بيجي لك ايام الجو فيها كويس فبتبدأ تخف المية، او يجي لك مثلا في شهر 4 وشهر 3 يجي لك يومين 3 او موجة حارة ورا بعضها كده بتطلب بنزود المية. عموما لو احب ازود الميه بزود الميه جريدجوالي كده او تدريجيا، ولما بنزلها برضو بنزلها تدريجيا، بمعنى ان انا النهارده مثلا لو بروي مثلا وعندي اثمار وعندي ازهار وكده عايز ازود الميه، انا بروي سي يعني بروي 5 دقائق، يبقى لما احب ازود دقيقتين مثلا 7 دقائق، بعد كده ازود دقيقتين اوصل ل10 دقائق مثلا في غضون يومين. لو انا بروي مثلا 15 دقيقة عايز اطلع بطلع 20 دقيقة 5 دقائق في اليوم ده، واليوم اللي بعده 5 دقائق بطلع تدريجيا. ولو حبيت انزل الكيرف بتاع المية برضو انزله تدريجيا عشان ما يحصل ليش تذبذب للمية، وبالتالي بتأثر على الثمار بتاعتي وممكن تكون بتعمل لي حاجة اسمها التشقق الإشعاعي، اللي هو بتلاقي الطماطمية مشققة من فوق نتيجة التذبذب في المية، أو ممكن زيادة تسميد أزوتي في فترة من الفترات يعني. وكذلك القصة دي بتحصل في البطيخ، فناخد بالنا من القصة دي. الخلية بتمتلئ وتقلل عنها المية فابتدت تفضي فبيحصل تذبذب في القصة دي، بيحصل مشاكل على النطاق العملي يعني، تمام؟ دي بالنسبة للقصة بتاعت الري. بس عايز برضو أتكلم بعد كده يا جماعة عن عملية إضافات المية للنبات. برضو بتكون ناخد بالنا من قصة إن أنا لو مثلا في فصل الصيف وسي مثلا متطلب النبات معايا 3 لتر في اليوم مثلا، سي يعني 3 لتر في اليوم، فالافضل ايه يا جماعه؟ ان انا اضيف الـ3 لتر دول في وان تايم مره واحده ولا اقسمهم؟ لا، هو الافضل ان حضرتك تقسمهم على 3 مرات، بمعنى انا لو عندي مثلا الصيف مثلا سي 14 ساعه مثلا سطوع للشمس، فممكن الساعه 5 بعمل ريه، الساعة 11 الظهر بعمل ريه، الساعة 5 آخر النهار ممكن أعمل ريه، بس تاخد بالك التسميد يكون في الريه الأولى بتاعة الصباح، تمام؟ إيه هي الأفضل يعني، بحيث إن النبات برضو ما يحصلوش خمول في نص النهار ويحصل له ذبول مؤقت. ذبول مؤقت يعني النبات لو دخلت ساعة الظهيرة كده، وخصوصا بتظهر في القرعيات، بتبص تلاقي النبات ابتدى يريح. ليه؟ نتيجة البخر نتح من النبات عالي، فالجدر مش ملاحق يمتص المية اللي ممكن يكون فيه رطوبة تحت، تمام؟ ولكن الجدر مش قادر، الكمية بتاعة الامتصاص بتاعة الجدر مش قادرة تضاهي الكمية المتبخرة من النبات، فبيحصل النبات بيقوم مقفل الصخور بتاعته وبيبدأ بقى ايه يدي يعني تعسيلة كده، او مقيل او مدي شوية نوم كده، تمام؟ احنا بنسميها الذبول المؤقت. لما بتضيف له مية او لما الجو على العصر كده بعد صلاة العصر كده بيبدأ الجو المغربية تدخل عليه كده وبيبدأ الجو يبقى طراوة، او يبقى الرطوبة بتاعته بقت تتظبط ودرجة الحرارة انكسرت، بنبص نلاقي النبات عاد لطبيعته الأولانية، ده بنسميه ذبول مؤقت. أما الذبول الدائم ده هو يا جماعة فاعمل حسابك إن النبات يعني ما تحتهوش مية، وأصبحت المية تحت النبات في الصورة الغير ميسرة للنبات، فأصبح قصة استخلاصه للمية ما عادش قادر يمتص نتيجة إن المية ماسكة على حبيبات التربة بقوة ضغط جو عالية جدا، فبيقدرش جدر النبات يستخلصها، لأن النبات ده بيعتبر الماء ده بيعتبر ماء غير ميسر للنبات، وبالتالي ما بيحصلش إن هو يقدر يستفاد من المية دهيته، وبالتالي ممكن يموت أو يحصل له ذبول دائم. ولو حصل له ذبول دائم صدقني مش هيرجع لحالته الطبيعية تانية خالص. شكرا لحضراتكم.